Hakim komt als een grote meneer binnen bij Chelsea, bij een topclub in Europa. En dat is dus het voorbeeld voor onze jongere spelers. Ziyech شخصيته مختلفة فهو عنيد للغاية لكن كل ذلك يجعله عبقريا ويرى أشياء لا يراها أحد غيره في بعض الأحيان يكون كابوسا بالنسبة للمدربين لكن يجب عليهم في هذا الوقت أن يمنحوه المساحة التي يحتاجها Voor mij is die niet moeilijk. Maar het is wel, hij heeft zijn emoties en daar kan ik wel mee omgaan. في بعض الأحيان عندما نترك حكيم يلعب على مسؤوليته الشخصية نرى تطورا كبيرا في الأداء. Hakim komt als een grote meneer binnen bij Chelsea, bij een topclub in Europa. En dat is dus het voorbeeld voor onze jongere spelers. Ziyech شخصيته مختلفة فهو عنيد للغاية لكن كل ذلك يجعله عبقريا ويرى أشياء لا يراها أحد غيره في بعض الأحيان يكون كابوسا بالنسبة للمدربين لكن يجب عليهم في هذا الوقت أن يمنحوه المساحة التي يحتاجها Voor mij is die niet moeilijk, maar het is wel, hij heeft zijn emoties en daar kan ik wel mee omgaan. في بعض الأحيان عندما نترك حكيم يلعب على مسؤوليته الشخصية نرى تطورا كبيرا في الأداء.